مهرجان ليبو للرطب للمهرجان المعني بالاحتفاء بموسم جني الرطب. هذا المهرجان يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس رئيس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. هذا المهرجان يتابع متابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ومثل حاكم منطقة الضفرة. أصبح المهرجان خلال السنوات الماضية مهرجان تراثي زراعي، عرف عنه أنه يقدم أجود ما تجود به نخيل دولة الإمارات. جوائز أكثر من 8 ملايين درهم توزع على جميع المسابقات. عندنا 23 مسابقة في المهرجان. الجديد في المهرجان ليبو للرطب أن تم إطالة مدة المهرجان وأصبح 14 يوم. هذه جاءت لتتيح الفرصة لكثير من الزوار اللي يزورونا. طبعا ليوة معروفة أن الناس في الغداء من تقيد في ليوة أو تروح تزور ليوة في موسم الصيف ليوة والعين. فجاء المهرجان هذا الاحتفاء ومشاركة الأهالي ومشاركة المهتمين في قطاع الزراعة وإظهار ما تجد به مزارعنا في دولة الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك لإخواننا المزارعين انطلاق الدورة الجديدة لمهرجان ليوة للرطب 2030 إن شاء الله في تاريخ 17/7/2023، وسيستمر إن شاء الله للمهرجان إلى نهاية الشهر السابع. يتضمن طبعا المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات واللي تركز على الجانب الزراعي وأيضا على الجانب التراثي. طبعا نحن كلجان تحكيم معنيين بتطبيق المعايير الخاصة بكل مسابقة، معنيين بزيارة المزارع المتأهلة، التحقق من تطبيق الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة. طبعا لدينا مسابقات في الرطب تتضمن أفضل أنواع الرطب المنتجة في دولة الإمارات، ولدينا مسابقات في مسابقة خاصة بالفواكه المحلية وكذلك بالليمون والمانجا. وطبعا المشاركات عديدة ومتنوعة وتأتي من حيازات مختلفة، ربما تأتي من مزرعة وربما تأتي من حديقة منزلية. فنحن في لجان التحكيم بعد اللي هو احتساب درجة المشاركة يتم زيارة الحيازة والتحقق من اشتراطات المعايير الخاصة بالحيازات وتطبيق الاشتراطات اللازمة، سواء كانت تتعلق بالاستدامة الزراعية أو تتعلق بحفظ الموارد الطبيعية أو بالأمن الحيوي أو بالبيئة الزراعية. ومن ثم يتم طبعا اللي هو جمع الدرجات وتأهيل اللي هو الفائزين والاحتفاء بهم وتقديم الدروع التذكارية لهم. طبعا المهرجان يلعب دور كبير جدا في المنافسة بين المزارعين، وأيضا له دور كبير جدا في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على مستوى المزارع وأيضا الحدائق المنزلية.